انا شايفه من صور اللاعبين من الاحتفالات مع مجلس الاداره بالبطولتين في عدد من اللعيبه صغار السن، ولكن برضو النادي الاهلي بيعتمد على عدد كبير من النجوم، النجوم تقال ولكن كبار في السن، فالبعض بيشير الى ان مستقبل الطايره داخل النادي الاهلي مرهون شويه ومش مضمون بسبب القصه دي. الرد بتاع حضرتك؟ طيب بالنسبه للقصه دي، عشان خاطر النادي الاهلي، فرقه النادي الاهلي بتضم 5 اجيال، جيل مخضرم، احمد صلاح وعبد الله ومحمود رؤوف وعبد اللطيف عثمان، تمام، جيل خبره عاليه، حسام يوسف، احمد قد، عبد العال، محمد معوض، عبد الحليم عبو، جيل الشباب اللي هو من 23 لغايه 26، احمد سعيد نجم مصر، احمد محمد عادل، في عبد الرحمن سعودي، في ابو السعود، ومعاهم محمد رمضان، وفي شريف معار لنادي بتروجيت. في الجيل اللي هو الصاعد اللي هو يوسف الصافي، يوسف مرجان، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عثمان، وعمر زكريا. في الجيل اللي تحت خالص اللي هم طالعين لي يعني ناشئين وانا عيني عليهم، في 4 5 كمان. قولي لي كده، في مين في مصر في الشرق الاوسط يضم هذه النخبه من اللعيبه سواء كانوا كبار لغايه الناشئين؟